السلام عليكم. كنشكر اولا القناه الوانكم اللي تلقينا صدفه هنا في مدينه امزميز على هذه الفجيعه، وهذا التضامن هذا الكبير من طرف المغاربه. انا عسكري متقاعد، كنت اعمل في مصلحه الصحه العسكريه، والان ملي سمعت الفاجعه في ذاك الليله شديت الطوموبيل ديالي وطلعت للدوار ديالنا باش نوقف مع الناس معنويا ونجبدوا الناس ونتعاونوا، لان انا عندي ديجا خبره ودزت ديجا في زلازل، دزت واحد الزيده ديال الحسيمه وكان عندي خبره وعندي يعني واحد الكفاءه باش كنعاونوا هاد الناس ديال الاقليم ديالنا. وحنا الحمد لله احنا مغاربه كنتضامنوا بعضياتنا، لا من الصحافه لا من السلطات لا من جميع هذا جميع المكونات المجتمع المدني والعسكري في هذه اللحظه هذه. وحنا تابعين دائما القائد الاعلى رئيس اركاب الحرب العالمه جلاله الملك محمد السادس نصر الله واطال الله في عمره، وكذلك حتى هو راه شارك معنا حتى هو في التضامن هذا. والحمد لله احنا راه الحمد لله متضامنين بعضياتنا، والمغاربه راه كتعرفون في هذه المسائل هذه يد واحده. كيفاش جيتي بالضبط؟ يوم مباشرة الزلزال أو من بعد؟ الزلزال كان في 11 الليل، أنا شديت الطريق في 4:30 ديال الصباح من الرباط، كنت هنا مع 9 ديال الصباح. تماك يلاه كان طلع النهار، الناس باقيين حوايجهم مردومين، الديور مردومين، كاين جبدنا الناس، الحمد لله كانت كنا يد واحدة. أنا الخبرة وهذا الحمد لله، ما يمكنش أنايا ديجا دزت في الميدان ونبقى نعس في داري ولا هادي. حنا المغاربه معروفين بالتضامن قدام العالم كامل، وكنتحداو العالم كامل بالتضامن ديالنا. ديك اللحظه غالبا غيكونوا صعوبات، شنو الصعوبات اللي واجهوا الطريق؟ كانت صعوبات ديال الطريق، كانت الطريق عامره، يعني الناس سمعوا هذه الفاجعه، كانت طريق السيار عامره، ويني الحمد لله المغاربه كيتفاهموا هذا الوضع هذا، وكاين التسامح بيناتنا وكل شيء دايز الحمد لله، وكل شيء داز على بسلام الحمد لله. انا بغيتك ديك اللحظه الوهله الاولى باش دخلت الدوار كابن الدوار وكعسكري، يعني كمغربي كتشوف بان هذه ماشي كارثه دائما نعيشها، كيفاش تلقيتي يعني؟ شنقول لك، كارثه كانت كارثه، ملي كتطلع للدوار ديالك كتشوف الديور مهدومين، والناس اول مره كاين اللي اول مره ما عمروش عرف الزنزال شنو هو، لان اول مره كيضرب في المنطقه ما عمرهم الناس كانوا عارفين الزنزال. بدينا كنشرحوا لهم على الزنزال وشرحنا لهم على الضربات الارتداديه ما تخافوش وهذا، وخرجنا من الديور وكان كنا متحدين بيناتنا باش النفسيه ديالهم، اولا خصك تعطيهم واحد الكلمات وهذا وتهدل لهم النفسيه ديالهم. ومن بعد بدينا كنجمعوا، جمعنا في واحد الساحه وبدينا تنبنيو القياطان، والناس كتجيب مساعدات يعني كثير بزاف. راه لو كان بقى نهضر لك ما نساليش من هذا التضامن ديالنا اللي هنايا. ذكر او ذكر كلمه التضامن، عاود لي شويه التضامن ديال المغاربه. المغاربه العالم كامل كيحسدهم على التضامن ديالهم، يعني اي انسان كيف ما بغى يكون النوع ديالو في الطبقه في المجتمع ديالو كما كان الطبقه ديالو من الصغير حتى الكبير، كلشي المغاربه داروا يد في يد واتحدوا، والحمد لله الامور غدا وكتحسن، والناس راه ساكنين الحمد لله دابا بوغ لانستون. المواد الغذائيه ما نقول لك شيء، النفسيه ديال الناس كيشوفوا هاد الناس كيجيو عندهم النفسيه ديالهم كتطلع، ما بقاتش مدمره، ما عرفوش راسهم باللي بوحديهم، عرفوا راه المغاربه معاهم. يعني وانت كعسكري متقاعد ما قلتيش انني نجلس نرتاح، انا ساليت المهنه ديالي، جيتي وكتقولي يعني في نفس النهار في نفس. اذا انا عسكري متقاعد، الا جيت نجلس في داري وعائلتي ومغاربه خوتي وهادي ما يمكنش، خصني نوض نستافد، لان التقاعد راه ماشي هو جلس في الدار ولا التقاعد، خصك تنوض في هذه الازمات، ما تسناش شي اوامر تعطاك ولا هذه، خصك واحد من راسك تنوض صافي، خص القلب ديالك ياكلك على الوطن. اصلا حنا راه قلبنا كان كلان على الوطن، راه 36 عام ديال الخدمه العسكريه ماشي سهله. ملي نسمع هذا الشيء ما كنتسناش انا عاد شي واحد يقول لي، اول ما سمعت داك الشيء ما بقيتش كنعرف اش كندير، هزيت طوموبيلتي 4:30 خرج من الرباط اعتذر. والحمد لله وحنا باقيين معاهم، وكنواسيو هذا الشعب وكنواسيو هاد الناس هادو، واقفين ومتحدين، المغاربه متحدين الحمد لله كاملين. كيفاش كتدوز الاجواء داخل
المخيمات. والاجواء الاجواء داخل المخيمات العسكريه راك احنا معروفين، احنا راه مخيمات عسكريه ديالنا راه مشينا بهم لافريقيا، مشينا بهم لبنان مخيم الزعتري سوريا، مشينا عاونا خوتنا الليبيين، مشينا بزاف حنايا المستشفى الميداني عندنا مجهز في اي لحظه مجهز، غير ان فوا كتوقع شي مشكله كينطلق المستشفى الميداني. هذه اوامر من القائد الاعلى رئيس اركان الحرب العامه صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله وشكرا. حنا بدورنا كرجال الاعلام كنشكركم من هذا المنبر هذا، انتم ك يعني لفاق كعساكر ديال هذا الوطن هذا كمواطنين ايضا، لانكم انا كنشوف ايضا وانا كنواكب هذاك العسكري ولا هذاك الوقايه المدنيه والله الا هو كيدير هذا العمل ديالو يعني البكيه شاده وكيتالم وكيدير هذاك الشيء بحب وكيشوف هاد المغاربه رغم انهم بعاد عليه كاخوان ديالو. حقا يعني احنا شخصيا ظهرونا الناس البلاد ديالنا سواء كسلطه محليه كشرطه كدرك او لك مواطنين. انا بدوري هذا كنقول شكرا جزيلا لا انت لا باقي الاخوان ديالك سواء المتقاعدين او لا اللي مازال في الخدمه العسكريه. ومن هذا المنبر هذا كنشكر القائد الاعلى رئيس اركان الحرب العامه اللي اعطى التعليمات ديالو للسلطات والمكون المجتمع المدني والعسكري الحمد لله، وكنشكر المغاربه كاملين على التضامن وتتبين. احنا يد واحده من شي راه الدوله اكثر من 12 قرن حنايا والحمد لله دائما التضامن دائما حنا ماشي اول مره كنتضامنوا، دائما حنا التضامن عندنا في الاعياد في هذا في المناسبات في الجنازات في الاعراس دائما عندنا التضامن دائما حنا متضامنين، حنا شعب واحد دائما تابعين صاحب الجلاله القائد الاعلى رئيس اركان الحرب العامه محمد السادس نصره الله. والله يطول عمر المغاربه والحمد لله الله يخلينا ديما هكا متحدين بيناتنا. شكرا لكم بارك الله فيك. شكرا جزيلا.